إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه سبحانه عز جاره وجل ثناؤه تقدست أسماؤه أمره بين الكاف والنون، بل أمره قبل الكاف والنون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان وإيمان ومحبة لا يوم الجزاء والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. أيها الأخوة الأفاضل، شاءت إرادة الله سبحانه لكي نلتقي في هذه المناسبة، المناسبة الأليمة اللي سماها الله سبحانه عز وجل مصيبة، بشير الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ما هو رد فعلهم؟ إنا لله، أي في قبضته سبحانه وفي كونه، ونحن خلق من خلقه وعيال من عياله، وإنا إليه راجعون. أرواحنا في قبضته، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نعيش وعليها نحيا وبها نلقى الله سبحانه. وأخي، ما يودع به الإنسان مسلم أو مسلم في الحياة هي كلمة التوحيد، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقينوا موتاكم لا إله إلا الله.